إذا متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال هذا البث المباشر من إقليم تازة بطبيعة الحال، من الحد ديال ولاد زباير. للأسف الشديد محمد أمين طفل يبلغ من العمر 7 سنوات ونصف، فلقاوه للأسف يعني ميت في واحد الواد، جلسة ديال الماء في واحد الواد بطريقة بشعة، والخبر اللي نزل على الساكنة ديال ولاد زباير كالصاعقة، واللي اهتزت عليه يعني ساكنة ولاد زباير وخلات واحد الصدمة في نفوس كل من يتحدث هنا على هذا الموضوع، فكتلقاه مصدوم. وللأسف محمد أمين واحد الوليد اللي كان مقبول عند الجميع، واللي خلى واحد الألم وحزن كبير هنا على مستوى المنزل ديالو، والأم ديالو في حالة هستيرية بطبيعة الحال، اللي بغات توصل النداء ديالها والصوت ديالها عبر قناة الشعب لكل المواطنين في ربع المملكة، وكذلك توجه نداء ويعني رسالة صريحة للسلطات باش لأن ربما تنصف هذه الأسرة اللي فقدت الوليد ديالها، وتعرف ظروف وتفاصيل وملابسات هذه القضية اللي حيرت الرأي العام على مستوى الإقليم ديال تازة. تفاصيل صادمة غتسمعوها للسان الأم، أكيد ماشي سهل باش لأنها تفقد الوليد ديالها اللي ضحات عليه، واللي كتشتغل مسكينة الأم في الخياطة وكتقاتل مع الوقت باش لأنها تربي وتكبر. فبين ليلة وضحاها تلقى الوليد ديالها ميت في واد هنا على مستوى حد ولاد زباير. هتسمعوا تفاصيل صادمة متابعينا الكرام على لسان الأم وعلى لسان الجدة، وحنا كل التضامن معهم أكيد، جينا لهنا باش نوصلوا الصوت ديالهم ونكونوا مؤازرين أكيد، حنا ماشي طرف في القضية ولكن مؤازرين لهذا الوليد اللي توفى بهذه الطريقة هذه، نعرفوا الظروف ديال هذه الوفاة الغامض اللي حيرت الساكنة ديال تازة. ناخذوا الأم الشريفة كما قلت قبل قليل في الكواليس ما نقولوش الأسماء، ولكن أن تعبري على الرأي ديالك بكل حرية. تفضلي لنا. السلام عليكم. تفضلي لنا. لا بغيناك تعرفي تقربي لنا من التفاصيل شنو وقع بالديتاي، ماشي بحال الفيديو لايف الآن، ممكن تقولي بالديتاي شنو وقع بالضبط، فوقاش وقع هذا الشيء، تحبتي لنا خذي راحتك. أنا الوليد الصباح ديال الاثنين إن شاء الله الاثنين نط مع 8، فقت في الصباح مع 8 فيقت الوليد في الطرطو، ديتو للمدرسة وصيت عليه الأستاذ ديالو على حساب الدراسة ديالو. جيت في حالتي، جا هو مع الوحدة خرج عندي، وجدت الغداء أنا تغدينا مع الزوج، الزوج ونص عنده واحد الكرة ديال 5 دراهم خرج يلعب، قال لي ماما نلعب، بغيت نلعب هنا في الدرب، ديما كيلعب ماشي ولدي عاد أول مرة غيخرج للدرب، كلشي يسخر ويعطيوه 100 درهم الفلوس يمشي يتسخر بسرعه ويجي يتسخر، يعني ولدي مقبول، ولدي ما كيسبش الناس، ولدي واحد الولد الحمد لله. شحال كان في عمره لاله الله يرحمه؟ 7 سنوات ونص. 7 سنوات ونص محمد امين. نعم نعم كملي. قربت الاذان ديال المغرب. نعم. خرج مع 2:30 لعب بداك الكره، مني تفشت له شويه الكره ديال 5 دراهم دخلها للدار، قال لي ماما بغيت نشرب، قلت له دخل اولدي، ديما انا الا ما طليتش من الباب نطلع السرجم، الا ما طليتش من الباب نطلع السرجم على حساب محمد امين. الدرب انا يعني الدرب ما كاينش اللي اديه الدرب حمايه لا ليا ولا لي، انا الزوج كيكون غايب بحال اللي معايا الزوج، ما كاينش اللي اديني ولا اللي يدق عليا ولا اللي ينتبه ليا ولا لوليداتي، يعني احترام احتراماتي للشباب ديال حد ولاد زباير كاملين اللي كيحترموني بزاف بزاف بزاف، كيحترموا ولدي وكان عندهم ولدي عزيز بزاف. صافي دخل شرب ورجع مع داك، يمكن داك 4:30 خرج مع داك 4 مع العصا، خرج كيلعب مع واحد الوليد ديال الجيران فوق مني كارين فوق مني. قربت المغرب الاذان ديال المغرب، عيطت له من الباب قلت له ولدي كان قدامي هما وهذا الوليد اللي ديال الجيران فوق مني، قلت له محمد امين دخل ولدي الله يعطيك الرضا، دخل في حالاتك دابا صافي. قال لي والله ما ندخل، قال لي والله ما ندخل يا ماما. صافي يا هذيك خليته انا شويه، هي اذنت المغرب وجات عندي الام ديالي بعيده شويه وهي دخل عندي، قالت لي فين هو محمد امين، قالت لي كنرضع البنيه عندها عام في عمرها. قلت له محمد امين عاد عيطت له هو غير برا كيلعب دابا يجي، قالت لي نوض قلب على ولدك، قالت لي كان بقيت نشوف فيها يعني، قالت لي قلب على ولدك، خرجت هي تقلب هي والبنيته بنتي عندها 5 سنين،
خرجت ما خلات حتى شي بلاصه والو ما لقاتش. قالت لي ما تقلبش على ولدك. قلت لها انا غنوض. داك الساعه صافي تخني جات لي واحد الحرقه القلبي الصفقه. وهذا فين هو الولد كيكون ديما في الدار ما عمره يدور دوره ويجي للدرب ديالنا يلعب. خرجت ما خليت حتى شي بلاصه. تأذن العشاء. أذن العشاء كاين ولد الجيران الكبير ماشي الصغير كيخدم هنا في الفران قبالتي في الدرب كيخدم مع مول الخبز. قلت له ولدي واش ما بالكش محمد امين؟ قال لي واش انا شغلي في محمد امين؟ قلت له الله يعطيك الرضا الا بالك فين مشى. غيقولها لي انا محمد امين مسانش يغبر لي. ودابا محمد امين غبر ما بقاش يبان لي كاع. الا بالك فين مشى قولها لي. قال لي كانوا كيضربوا بحين قبائل كانوا كيضربوا 4 ديال الدراري كبارين عليه. قلت له يلا دورين. كانوا كيضربوا 4 الدراري كبارين عليه تما في الواد. في الواد قال لي راه مع طرف الواد كيضربوا 4 الدراري كبارين عليه. قلت له وليدي الله يعطيك الرضا يلا هاد مشي معايا. مشى معايا وفعلا باينين في الكاميرا ديال مول الحانوت ماشيين انا وياه والام ديالي. مشينا بقيت كنعيط محمد امين والو هو ما عبانيش لذاك الجلسه د الماء غير لاون من الدراري كيضربوه. بلا ما نقولوا سميت واش من المنطقه هنا من المنطقه من الفيلاج. نعم من الفيلاج. واخا مشي في الواد ما لقيت حتى شي حاجه لا صداع لا زكا لا والو. بقيت كنعيط محمد امين وتشوك للحم ديالي وخافنا الواد ما يقدرش محمد امين يمشي ليه تما. محمد امين انا الا ما شعلتلوش الضو غير لما حاله وبغى يدخل كيخاف. عندي قوي وشجاع ولكن في الظلام ما يقدرش يمشي. واحد الدخله ما يقدرش يقولوا قال لك زعما راه عام فيها ومات. كل عام راشوك داك الماء داك الجلسه ديال الماء كل عام راشوك وداك الشطب ديال الزيتون وداك العوام ما صالحاش للعوم. الليل ما عندوش الليل والظلام ما عندوش تمنين يخرج لتما فهمتي. انا شي بالضبط وقع تقريبا شحال كان وقت الوقيته هذه شحال ولدي اللي الاحساس ديالي فاش مشى ني اذنت المغرب. نعم ني اذنت المغرب حتى المور العشاء وانا كندور صافي. مني تشوك الحمي وليت جيت نجري ما قدرتش نزيد خافت مع مرا وما كاينش الاب ديالو هنايا. رجعت طلعت عند السيد اللي كاريا عنده انا. قلت له سيدي انا ولدي مشى عليه بحال اللي لحساتو الارض. قال لي محمد امين ما عندوش فين يمشي. محمد امين ذكي وديما هنايا ولدك فايق ما عنده فين يمشي. قلت له محمد امين اما خطفوه واما ميت دار الحوايج دي. لا شعلت لي العافيه النار في قلبي. هو قال لي مع من كان؟ قلت له كان مع فلان مع الجيران ديالي اللي فوق مني كان مع ولدي. قال عمر هذاك كبير اللي كان معاه ولا مازال صغير؟ كيبان قدو في التقدا ديالو وعلى ما في التقدا ديالو هو عاد كيقرا التحضيري ولدي الثالث عنده. نعم نعم يعني الدروس ما عندنا مشكل. قال له فين هو محمد امين؟ جينا هو دين في الدروج مول الدار الثالثه اما الثانيه انا سفليه. قال له محمد امين راه طايح ميت في واحد الجلسه دلما. صافي تما مشينا وفعلا الكاميرا شافتنا. السيد اللي مول الدار مسكين ماشي معايا الوالده ديالي بنت على ظهري. مشينا لقينا السندله ديالو. قلت له فلان السيد اللي كاري ولدي ميت في هذه الجلسه. قال لي ما ميتش يقدر يكون في شي بلاصه ولدك مطور ما كاين ما يتخلكش لتما فهمتيني. قلت له والله الا ولدي ميت هنا. بقيت كنطيح ونوض البنت خلعت لي عندها عام. بنت بغات تموت لي تما بقود الزكا. انا كنت كنطيح عليها ولا ما كنتش حاسه كنطيح ونرجع نقوت. واحد الواد ما نقولكش بالنهار ما يمشيش ليلو محمد اهل بالنهار. انا 6 سنين وانا هنا ما عمري عرفتو حتى مات لي وليدي فيه. يعني جاي فهمتي قنطره ولي من حداها بير وحداها داك المصيبه داك الجلسه الكبيره. مشى هذاك الولد كيجري اللي كان معاه وخلنا الكتمه ديالو بعيده. الكتمه ديال ولدي كتمه ديال ولدي بعيده في واحد الدخله محشيه وجبده داك الولد من تما كتمه حدا داك الجلسه بعيده شويه. واه يعني كان ولدي مثلا غادي يمشي يعوم ما يعومش هو ما يمشيش مور المغرب. كان نهار ايه ولدي مشدود في الكاميرا قبل المغرب هنا. نعم كيدالي داك الساعه قال ني جاو الشرطه وداك الشيء. داك الوليد اللي كان مع ولدي قال لفلان وفلان للشرطه. داو داك الدراري ولكن ما قالوا لهم والو ما قرروش. يمكن هو شي واحد عنده 12 عام كبارين شويه كبارين على ولدي ماشي 7 سنين كبارين مع 10 سنين الفوق.
داوهم ولكن ولاو تلقوه ما قروا والو. ولكن الولد ولا اختلاف، مابقاش كيقول لك داك الولاد اللي ضربوه، ولا يقول لك غير مشينا نعومو وطاح وجا في تما. الوليد مني جبدوه فمو غير الدم من هنا زرق، مضروب هنا ومضروب لصدرو وما منفخش بالماء، طايح تحت الارض ولكن ما عامرش بالماء. كنطلب نسيدنا يشوف من حالي وحال وليدي، ولد واحد تشويت فيه وتشويت في كبدتي، هو الساند ديالي، هو اللي كان معمر عليا وباه ديما غايب. شكون اللي غيسخر لي؟ شكون اللي غنقري؟ شكون اللي غيساندني؟ يمشي في جنبي يقول لي ماما ما نخليش شي واحد يشوفك، ماما نمشي معاك، مشيت نتقدى كيمشي معايا، مشيت للحانوت كيمشي معايا، فين ما مشيت يمشي معايا، فين ما مشيت يمشي معايا. محمد امين كان مقبول عند العالم كامل، عند الدنيا كامله. محمد امين ما عمرو دار شي حاجه ولا هز للناس ولا سب شي واحد كبير عليه، ولا احسن ولد، احسن جمال عطيه الله. كان يقول لي ماما غير صبر علينا، كتكافح حميمتي انت وبابا علينا، دابا نكبر ونكون ان شاء الله جدارمي ونعوض لك حميمتي، غير صبر حميمتي. محمد امين ما يتنساليش، مشى لي النص ربي وبقى لي النص. محمد امين بغيت نعرفو غير باش توفى. كنشكر جلالة الملك وكنقول له عاش سيدنا، شوف من حالي وحال ولدي، وبغيت حق ولدي وحقي يبان. ولد واحد ربي، ولد واحد شعلت فيا العافيه، شعلت فيا العافيه ودمرت في حياتي ودمرت في صحتي وداع شبابي. ما قلت كبرت ودرت ودار 7 سنوات ونص، ما قلت كافحت معاه ودرت معاه شحال من مجهود وباش كنقريه، وكنت قاتل باه من جهه وانا من جهه. كان نجيب الخدمه من عند الخياطه وكان بات نخيط، كان نعس ونبات نخيط باش ولدي ما احسن عيشه كنت معيشه، واخا ما عنديش الا ما كانش الحليب وما كانش شي حاجه مزيانه محمد امين ما يفطرش، ولا ما كانت شي حاجه مزيانه محمد امين ما ياكلش، ولا ما كانت شي حاجه مزيانه ما يلبش. احسن سبرديله يلبسها محمد امين، وانا نبقى باه يبقى بلا سبرديله. كنطلب من حموشي وكنطلب من خوتي المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب يشوفوا من حالي وحال وليدي. تشويت في كبيتي، تشوت في كبيتي، والولد اللي كان عندي واللي كنت كنفتخر به كان معمر لي قلبي والدنيا معمره كامله عليا داك الوليد. هذا كان عندي احسن جزاء عند الله واحسن ولد. الى اتذكر معايا كيتذكر معايا كشخص كبير، ماشي واحد صغير ولا شي واحد اللي عارف الدنيا وعارف هم الدنيا كامله وعارف شنو كاين في الدنيا. ولكن مشالي ولدي وما بقيتش انا كنحس براسي ما بقيتش في الدنيا وما عنديش لاش نعيش في الدنيا. وليدي مشى، كنطلب من جلاله الملك يسمعني، وكنطلب من خوتي المغاربه يعاونوني، وكنطلب من السلطات يوقفوا معايا، وكنطلب يوقفوا معايا كرام واقفين معايا يوقفوا معايا، وكنطلب من كل شيء يوقف معايا. انا مصدومه، انا مصدومه، وكنطلب من خوتي المغاربه يعاونوني شي طبيب نفساني. انا راني خايفه نتهز لانا ولا بوه، انا راني كنتهز بالليل وكنبغي نخرج، كتخلط عليا القنطه وكنبغي نخرج لبرا. انا كنسمع ولدي كيعيط ماما نسترجم وكنوقف ونجي خارجه. امل كبير في الله عز وجل، احنا نعلن التضامن اكيد كنعزيوكم، كان كاد المشاعر اللي اكيد كنبارطاجيوها مع المغاربه، نعلن التضامن ديالنا معكم لالا، واكيد الثقه في السلطات غادي يكشفوا الحقيقه، لان الحمد لله كاين الطب الشرعي الان اللي غيكشف تفاصيل ما وقع وغينصفوك لالا، غيكوني هانيه لان هذاك ولدنا جميع، محمد امين راه ولدنا جميع. الله يصبرك لالا ويكون معاك، اكيد المغاربه الله يكثر خيركم، حاولوا لانكم تبارطاجيو هذا اللايف، توصل الرساله ديال هذه الميمه، ديروا راسكم نتوما في عوطها بانها فقدت الابن ديالها، فالله يحسن العوان. غنسمعوا التصريح ديال الجده اكيد اللي عاشت هذه اللحظات الاليمه وبقى فيها الوليد ديالها بزاف للاسف الشديد. سمعوا هذه الشهادات الصادمه متابعينا، ونتمنى لانكم تفاعلوا مع البث المباشر على وسائل نطاق من اجل ايصال الصوت ديال هذه الاسره. حاجه السلام عليكم لاله. وعليكم السلام اوليدي، مشي معاك باس اوليدي، الله يحفظك يا الحبيب. حاجه عاودي لنا لاله، شنو كيبقيتي للوليات؟ مشيت اوليدي جيت عند بنتي جبرتها جالسه في الدار مع المغرب، دخلت طلب راه محمد امين، قالت لي اما راه برا يلعب ما بغاش يدخل، قال لي دابا ندخل ما بغاش يدخل، دابا يدخل ما مستنش يبقى. خرجت نشيش على محمد امين انا واختي شيماء، خرجت دورت هاد
لحد ولاد زبير تقريبا كلش جبرت حجه الربعه الوليده سيلعبوا له. سولت على محمد امين ضحكوا وشافوا فيا ما عارفينيش انا محس انا ماشي من هنا. قالوا لي واش ولد خاين هذيك؟ قلت له خاها ما بغاش يقولوا لي. جيت قلبت مشيت مع درب اخرى نشيش على محمد امين واللي طلع هوت مع الطريق مشيت صبلص الخضره ما جبرتش محمد امين. وليت قلت له محمد امين ما كاينش. خرجت هي مشات شاش تحصل الجامع دارس ما جبراتوش. جات جبرت الوليد اللي الجيران اللي يخدم مع مول الفران سولاتو على ولده. قال لا راه كاين مشى جيت الواد. قلت له وليدي جيت مشي معنا لا تمايا. مشى معنا فعلا مشينا هي انا وياه وبنتي وداك الولد وخوه الصغير. ملي مشينا جانا الطلا هو مشى نعيط على محمد امين يما هاد عيط وانا نعيط هو داك الولد يعيط ما كاين لا محمد امين لا والو. جانا الطلا مخافنا ولينا بحالنا. ملي ولينا بحالنا طلعت عند مول الدار قالت له انا عمي ما كاينش ولدي. ود مول الدار معها مشى مول الدار معنا. سول الوليد الصغير قال له محمد امين ها راه فين في القرنه راه في القرنه في الحفرات الماء طايح. مشينا مشى معنا مول الدار دواب التليفون ديالو شفنا النعيلات محمد امين في الماء. مشى داك الولد مع اللي مشى معنا مشى جاب الكيت مد محمد امين من الحفره لهيه في واحد العريش. جاب لي الكيت مد محمد امين لوليدي الله يرحمه وراها لي. ما صبرت انا على محمد امين ولدي حتى انا ولدي ماشي ولد بنتي ولدي حتى انا ووليداتي حتى هما مشويين على محمد امين حنا مشويين كاملين عليه ماشي غير هي يماه. وانطلب من رجال الدرك يوقفوا كي راهم واقفين ومازالين الله يحفظهم الله يزيد في يامن يشوفوا محال بنتي ومحال وليده وشوفوا محالنا كاملين الله ينصر سيدنا. ملي جبدوا وليدي جات البون بيا وجبدوا وليدي انا شفتو انا شفت محمد امين جبدوه للدم هو دلو على فاه وعندو شي لاخر الزروقيه هنا انا وراوني غير وجهو ما شفت البلاصه الاخرى. محمد امين حويجاتو مازال عندي غير الكيطمه اللي محيدين لي الفوقانيه الدم هو دلو على فمو ونيفو هو دلو عليه الماء. هادشي اللي نقول حاجه تألمتو بهذا تألمنا وليدي طاح فينا النص وليدي هزمنا محمد امين. هادشي اللي نقول لك اولدي بغيتي الحقيقه تبان بغيت الحقيقه د ولد بنتي يبان بغيت بغيت رجال دارك وسيدنا الله يزيد في يمكم يبين لنا الحقيقه د ولدنا نشوفوا ولدنا باش باش مشى وليدنا باش مشى باش خلانا وليدنا محروقين ومشويين باغين باغي الحقيقه تبان. الله معك لالا اكيد حنا غنبقاو متبعين هذا الملف اكيد متابعين. هذا الشيء ماشي سهل هذا الشيء امور اللي هي خطيره خصنا نعرفوا التفاصيل ما وقع اكيد وغنبقاو مواكبين مع هذه الاسره ونعلن التضامن ديالنا مع هذه الام اكيد المكلومه مسكينه واللي في حاله ديال الصدمه اللي فقدان الام ديالها. ماشي سهل لانك تدمر وتكافح وتناضل وتقاوم كنعرفوا الطبيعه ديال المراه المغربيه المكافحه وتربي سبعه ديال السنوات ونصف وتفقدوا بين ليله وضحاها في رمشة عين. فاحنا كنعنوا التضامن ديالنا مع هذه الاسره واكيد غنوصلوا لهم الصوت ديالهم وغنبقاو مواكبين معهم الى ان تبان الحقيقه ان شاء الله باذن الله. ولا لا راه السلطات غينصفوك واكيد غتجيبي يعني غتنصفي ما كاينش اللي غيسمح فيك. شكرا متابعينا غنبقاو مواكبين معكم بعد لحظات غنمشيو للمكان ديال هذه الفاجعه. حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.